لا إنساني من مرتضى منصور هو اللي دعاني إن أنا أعمل الفيديو دوت، وهي مبادرة للحكومة في حالة وجود كورونا اللي بدأت الحالات تتفاقم في كل دول العالم، والمطلوب إن الناس كلها تقعد في البيت. وأثناء بحثي طبعا عن الموضوع أي موضوع، لقيت رد موجع من كويتي لمرتضى منصور يورينا إزاي لما يكون الكلام الصح بيجي من الراجل الغلط بيبقى غلط. الأول هتكلم عن الكلام الموجع اللي قاله مرتضى منصور على إسلام صادق وعن المبادرة، وبعدين هقول لكم الكويتي اتكلم ورد على مرتضى منصور إزاي في موضوع حياة الفهد. فنتكلم عن الموضوع الأساسي للحلقة مع إسلام صادق في قناة تن وبرنامج البريمو. إسلام صادق بيسأله عن تعديل عقود اللعيبة، والكلام ده أنا كنت قلته في حلقة بس مريت عليه كده يعني بسرعة فما قلتش الموضوع للآخر. كان رد مرتضى منصور الموجع واللي مش عارف أوصفه ولا إنساني، قال له المفروض اللعيبة دي بدل ما عمالة تتبرع شمال ويمين تقلل عقودها مع النادي. يعني انت عايز تاخد من الفلوس اللي بيدفعها اللعيبة كزكاة او يعني لأهلهم والأهلنا وكل أهل مصر اللي هم اللعيبة دي عايشة عليهم عشان خاطر انت تختصمهم للنادي. فبصراحة كان كلام مؤلم وموجع جدا، يدل على انه فقد كل معاني الإنسانية. يعني ممكن تقول اي اسباب ان اللعيبة تعدل عقودها غير انك تقول مدام بيتبرعوا شمال ويمين. يعني كان ممكن تقول اسباب كتير، عندك اسباب كتيرة جدا تقولها غير انك تقول انهم بيتبرعوا شمال ويمين. الحاجة التانية، الفنانين مصرين انهم يصوروا مسلسلات رمضان، وبصراحة كلهم ظاهرين في صور انهم بيعملوا عمل بطولي لما نازلين في وقت كورونا، وكل واحد حاطط لي الكمامة وانا نازل تعبان ونازل في عز الكورونا عشان ابسطكم واسعدكم. تبسطنا وتسعدنا احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا رمضان ده يا سيدي الفاضل محتاجين للدعاء، محتاجين أدعية دينية، محتاجين حلقات دينية. والكلام ده مش بيقوله لكم راجل مثلا شيخ أو بتاع، أنا متفتح جدا وبشوف مسلسلات وبروح سينما وعندي وبلعب بلاي ستيشن رغم سني ده، أنا راجل متفتح وبتابع كرة قدم. لكن الظرف اللي احنا فيه ظرف انت مش محتاجينك دلوقتي، مش وقتك انت انك تتنجم يا بيه وتعمل أفلام. وما دمت بقى مصر هتكلم، هي دي المبادرة اللي انا هتكلم عليها موجهة للسيد رئيس الجمهورية. وارجو كل اللي يشوفني يتابع الفيديو للاخر وياخده ويشيره. يا سيدي اي يوتيوبر على اليوتيوب عايز ياخد الفيديو ده ملوش حقوق طبع ونشر، هعمله تحت ملوش حقوق طبع ونشر. اللي عايز ياخده يحطه على قناته ويستعمله، وانا الفيديو دوت معمول لوجه الله. تابعوا معايا الفيديو الاخر واقول لكم المبادره، واقول لكم رد الكويتي على مرتضى منصور. ده ما كانش موضوع الحلقه، لكن موضوع الحلقه المبادره اللي انا هتكلم فيها. اتفضلوا نكمل الفيديو للاخر واقول لكم على المبادره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه عالم المعرفه والطب. دلوقتي لعيبة الكورة كلهم بصراحة عملوا مبادرات، كل واحد قال لك أنا اللي هشيل 50 حالة وأنا اللي هشيل 100 حالة، هتحملهم شهر ولا شهرين. لو حسبنا كل واحد يوم ما هيدي لأسرة فقيرة هيدي له 1000 جنيه في الشهر في 100 حالة، ده أقصى واحد فيهم 100 حالة يعني ب 100,000 جنيه. أقل لعيب دلوقتي اللي لسه يا دوبك بيلعب كورة بيجي يقول لك يعني كده، لما لمس الكورة بيقعد كده يقول لك على الترابيزة يقول لك أنا هاخد 12 مليون و10 مليون و5 مليون. طبعا في شباب كتيرة الدكاترة جيشنا الأبيض دلوقتي اللي شغال اللي واقف على الجبهة فعلا الحقيقية، وكل يوم بيموت منه شباب في كورونا ما بياخدش، بيتخرج ما بياخدش 2000 جنيه وبيبقى أهله طافحين عليه الكوتة. فاللعيبة دي لما كل واحد يتبرع ب 100,000 جنيه هو مبلغ بسيط جدا. سيد مرتضى منصور بيتكلم عن عقود لعيبة الزمالك، فقال لك ايه؟ ما دام ما هم بيتبرعوا شمال ويمين، طيب ما احنا ما يخفضوا عقودهم مع النادي.
تمام يا استاذ مصطفى، دي حركه بسم الله ما شاء الله، لا انسانيه منك تمام. انا والفنانين طبعا كلهم طالعين، احنا مصرين ان احنا هنعمل مسلسلات رمضان، وعايزين نسعدكم وعايزين نتكلم معاه وعايزين نعمل لكم مسلسلات تسعدكم وتقعدكم في البيت، مع ان احنا في الوقت الحالي محتاجين الدعاء اكتر ومحتاجين ادعيه دينيه ومحتاجين ربنا يقف معانا، واحنا مش هيبقى الحج مقفول والجوامع مقفوله واحنا بنعمل مسلسلات وبنعمل افلام. تمام، ادام انتم مصرين بقى يبقى النجم منكم اللي بياخد له 30 مليون ولا 40 مليون، الدوله تاخد منهم نصهم وتقعد اهلنا في البيت علشان خاطر الموضوع ينحسر والناس تقعد في البيت. عايز اقول لكم على حاجه، اذا كانوا بيتكلموا عن العماله المؤقته ف90% من الشعب المصري والشعوب العربيه حاليا عماله مؤقته. تمام، التعيين في الدولة واقف من مدة طويلة جدا، وكل الناس الشباب اللي بيطلع اللي شغال في شركة قطاع خاص ولا بتاع مش مكتوب في البطاقة بتاعته انه عامل مؤقت ومكتوب معاه مؤهل جامعي، انت تعرف هو بياخد ايه؟ اللي بياخد له 3 4000 جنيه 5000 لحد 5000 جنيه وقعد في البيت شهر واثنين وثلاثة، ما هو ده تقصر. ليه الدولة ما تاخدش من التايكونات الكبيرة والناس الكبيرة اللي معاهم فلوس كتيرة ديت، والفنانين اللي كسبوا من عرق الشعب دوت السنين اللي فاتت، ولاعيبه الكوره اللي كل واحد بيتكلم دلوقتي بالملايين وهو لسه يا دوبك ما قدمش حاجه حتى للمنتخب، ولاعيب على قده بياخد بال 10 مليون وال 15 مليون في السنه، ليه الدوله ما تجيش تاخد منهم دلوقتي ده وقتهم، تاخد منهم مبالغ كبيره وكل الشعب يقعد في البيت ويروح له طلباته لحد عنده؟ ليه كده؟ ليه الدوله ما تعملش كده؟ ليه الدولة ما تعملش ان الناس دي اللي كبرت على اكتاف الشعب ده وقت التكاتف. في دول الناس فيها بترمي الفلوس في الارض، الناس رمت الفلوس في الارض لان الفلوس اصبح لا قيمة لها. الدولة تاخد من الفنانين دول، حضرتك محمد رمضان يوم ما بيعمل مسلسل بياخد له 50 مليون ولا 60 مليون، ويمكن السنة دي ياخد 100 مليون. ربنا يبارك له، ربنا يبارك له. انا بتكلمش كمان عن ممثل صغير راح يعمل له دور خد له 100 ألف ولا بتاع، ده يا دوبك يا عيني هيقضوه بيقعد من السنه للسنه يعمل دور، ولا دينا حتى لان دينا خلاص الزمن فاتها، ودي الزمن فاتها بتشتغل. انا بتكلم اللي هي دينا كانت الصوره الشهيره ليا، انا بتكلم على النجوم الكبار عادل امام وانا بحبه اللي بياخد له 50 مليون 60 مليون، لا السنه دي يا سيدي اتنازل عن نص اجرك وتاخده الدوله تجيب بيه غذاء وتروح للاسر، لكل الاسر. مش بتكلم عن العماله المؤقته، ما نستناش ان العماله المؤقته اللي هي تروح تسال، ده في ناس يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. في ناس دكاتره ومهندسين خلاص قاعد في بيته، كان بياخد له 10000 جنيه 5000 جنيه، الشهرين اللي فات دول قعدهم في بيته تخلصوا. فليه الدوله ما تاخدش الفلوس من الناس ديت وتعمل بيها مبادرة مجتمعية ان الناس توصل لها وعلى الاقل نقعد لنا كلنا شهر في البيت ومحدش يطلع، لان احنا الزحام الناس عمالة تتكلم عن الزحام عن المترو والزحام هنا والزحام هنا، ده كل دي الناس دي عايزة تقعد في بيوتها وخايفة على صحتها، بس يا عيني ما تقدرش. لو قعدت في بيتها يوم مش هت الناس دي لو قعدت في بيتها يوم هتموت من الجوع. فانا بقدم المبادرة دي للدولة، ويا ريت كلنا نتبناها، اي يوتيوبر اي حد يشوف الفيديو ده اي اعلامي يا ريت يتبنى، الناس اللي بتاخد فلوس كتيره ديت تتبرع بجزء منها. مش هقول بقى كل واحد مبادره تحدي الخير شكرا يا سيدي، لكن انت في الاخر ايه ما قدمتش حاجه، البلد كلها محتاجه دلوقتي حاليا، الناس كتيره جدا محتاجه، محدش عارف. الناس بتروح تقدم بطايق للجمعيات اللي هم مالهمش تأمينات ومالهمش الكلام ده، لكن في ناس ليها تأمينات وشغاله وقاعده حاليا في بيوتها ومحتاجه. ومحدش هي محدش محدش هي هيعارضني في الكلام اللي بقوله ده، وكله عارف، وناس كتيره يوتيوبر بيشوفوا الفيديو ده بتاعي وعارفين مجتمعهم حواليهم. ناس قدام الناس كده وجاهه واغنيه، بس هم مفيش في جيبه فلوس حاليا لان قعد في البيت. اضطر انه يقعد في البيت. أرجو إن المبادرة دي تلاقي صدى جنبيكوا وسط الشباب ووسط الناس، ويا ريت تشيروها وحد يعملها هاشتاج وتشتغلوا عليها يا شباب، وخدوا الفيديو حطوه عندكم، أنا هعمله كريتيف كومن، هعمل الترخيص بتاعه كريتيف كومن، أي واحد ياخده ويستغله ويحطه عنده على القناة بتاعته ويروجه. أما بالنسبة لرد الكويتي على مرتضى منصور، الرد بتاع الكويتي على مرتضى منصور، ورغم ان انا كنت مؤيد مرتضى منصور في رده على حياة الفهد،
بيلخص المقولة اللي بتقول إن التصرف الصح لما يجي من الراجل الغلط بيبقى غلط. مرتضى منصور تصرف صح نرد على حياة الفهد لما قالت إن نطرد العمالة، وهو فهم إنه طبعا كلنا فهمنا إن من أكبر العمالات هناك هي العمالة المصرية، وإنهم واكلين أكلنا والكلام ده كله. لكن لما رد مرتضى منصور جه الرد الموجع من شاب كويتي، وكان على قناة واحد كويتي، قناة يوتيوب. شفت الرد؟ قال له أنت بتقول حياة الفهد مين؟ طب أنت مين؟ أنت ما فيش حد في مصر إلا بتسبه، روح الأول اعتذر لشعبك قبل ما تدافع عنه. شايفين الكلمة موجعة قد إيه؟ شايفين مدى الوجع اللي في الكلمة؟ يعني لو كان التصرف ده طلع من حد غير مرتضى منصور، أو لو كان مرتضى منصور ده ما بيشتمش الناس وما بيطلعش كل يوم في القناة بتاعته، كان هيبقى هل هيبقى الرد كده؟ هل هيبقى الرد كده من الشاب الكويتي؟ ففعلا الكلام الصح لما بيجي من الراجل الغلط بيبقى غلط. أرجو لو كنت حضراتكم وصلتوا للفيديو للآخر إنك تشيره، ولو عايز تاخده وتحطه على قناتك حطه على قناتك، أنا هعمله كرييتيف كومن إنه يكون مرخص بإعادة استعماله، وإن المبادرة ديت يا ريت الشباب يتبنوها، ويا ريت لو كنت أول مرة تشوف القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا عندنا محتوى طبي متميز ومحتوى رياضي متميز ومحتوى اجتماعي متميز. أشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.